شكرا جزيلا. قبل ما دكتورة نيفين تبدأ، معلش احنا اخرناك، سامحينا يعني، كتر الف خيرك. انا هقول حاجتين تعليقا مش على المسار، على الفكرة، وانا هقولكم على الكلام ده من باب التجربة، وانا يمكن قلت او نويت عنها بشكل او باخر. في فرق بين الفكرة وتنفيذها، عشان بس تبقى الامور واضحه. الدكتور زويل الله يرحمه جالي في 2014 وقال انا عايز اعمل جامعه زويل. فقلت له طب ايه المطلوب مني؟ قال لي ولا حاجه، انا بس عايز الهيئه الهندسيه هي اللي تقول يا دكتور تنفذ. قلت له يا دكتور زويل، هل تضمن تبرعات إقامة الجامعة دي؟ قال طبعا. وكان ساعتها المبلغ اللي موجود معاها تقريبا حوالي 500 مليون جنيه، والبرنامج بتاع الجامعة ضخم يعني. انت عارف الكلام ده خالد. فقلت له يا دكتور زويل، انت هتعتمد في الفكرة على يعني تبرعات الناس، يعني أي مكان مين الناس اللي وعدوك؟ عشان كده بقول خلي بالكم من الفكرة، مش كل فكرة ممكن تنجح إلا إذا كنت أنت هتعمل حاجتين، تبقى فاهم كويس أوي أنت بتعمل إيه وتصر على إنك تنجحها، ما تسيبهاش. وبعدين لا قدر الله حصل اللي حصل، خلاص يبقى الهيئة الهندسية تعمل إيه يا دكتور؟ تكمل المشروع عشان ما يصحش. عيب. في راجل أعمال فاضل جدا جدا برضه في 2015 كده جه قال لي انا عايز اعمل حاجه خيريه جدا جدا، وعملت تصميماتها في امريكا. وعملت ايه؟ ويعني برضو انا عايز انك انت يعني ايه تتابع يعني الهيئه الهندسيه تعمله. قلت له طيب الفكرة اللي انت حطيتها ديت يا خالد غير قابلة للنجاح. غير ايه؟ فقال لي ليه؟ قلت له، وانا بقول للمصريين بقى، في الفلوس انا عندي مشكلة اشوفها بشكل ما تتخيلوهوش، في ضعفها وفي قوتها. قلت له اللي انت بتطرحه ده غير قابل للنجاح. انت بتتكلم على مستشفى ساعتها هتتكلف 20 مليار جنيه يا خالد. هتقدر تجيب الرقم ده؟ طب جبته. عدد الأسرة اللي انت حاططها في المستشفى دي فوق الألف، صح كده؟ طيب انت عارف المريض هنا في المستشفى دي يتكلف كام؟ انت متصور انك انت عايز على الأقل من 2 ل 3 4 مليار جنيه تكاليف تشغيل المستشفى دي على الأقل؟ أنا بقول كلام معقول؟ ف صدقني مش إيه؟ مش قابلة. فقال لي أنا إيه؟ أنا هكمل وأنا عارف، وفي ناس من هنا ومن هنا ومن بره ومن جوه هيجيبوا لي التبرعات بتاعتي. أنا معايا حوالي مليار وشوية في الوقت دوت، وده كان رقم كبير برضو الحقيقة. قلت له طيب ماشي. طب حد يقول لي الله، لما أنت عارف إنها مش ماشي بتعملها ليه؟ مش كده؟ لا، ده أنا باخد الفكرة دي اللي هي غير قابلة للنجاح معاه، وأنا أعمل إيه يا دكتور مصطفى؟ أنجحها. خالد، هو خالد جاب لي معهد ناصر شوية تطوير يعني. قلت له لا يا خالد، معهد ناصر هيبقى مدينة طبية ايه يا خالد؟ عالمية. طب هتتكلف كام؟ تتكلف ما تتكلف. طب هتتعمل ازاي؟ ده موضوع ايه؟
أنا أتصرف فيه، مش الحكومة تتصرف فيه، ودي مسار تاني. المهم أنا بس هحكي لكم على أكمل لكم على المستشفى اللي هي بتاعة الرجل الفاضل ده، وهو حط الفلوس وياه بعد كده إيه انشغل في حياته بقى يعني خلاص يعني. كلفك كام لغاية دلوقتي يا خالد؟ ها؟ 6 مليار يا فندم. هتوصل لكام؟ هتعدي ال10 غير التجهيزات. غير التجهيزات. وبعدين احنا عملنا ايه؟ اختصرنا العدد من 1000 لكام؟ ل 340. ل 340. انا بقول لكم عشان كده ساعات بتبقى الفكره، لان بقرا في جرايد كتير وكل اللي بتكتبوه وبتقولوه انا بتعلم منه، واقول للناس وهي بتطرح الكلام دوت كلام مهم وممكن يبقى مسار، بشرط ان يبقى له مقاومات. ايه يا خالد؟ النجاح. النجاح، والا هتبقى فكره ما تخرجش او تخرج وما تكملش، وتبقى تفضل قدام منك تزعلك، تفضل قدام منك ايه؟ تزعلك. المستشفى دي كان المفروض يتعمل لها معجل نووي لل العلاج الاشعاعي. بكام يا خالد الرقم ده؟ كان بحوالي 3 مليون دولار. لا ده 46 مليار مليون دولار. 46 مليون دولار. بالمعجلة. بالمعجل بقى. فقلت لهم يا جماعة أنتوا بتتكلموا فيه، ما في واحد موجود عندنا في المركز الطبي العام بتاع الجيش، هنعمل تاني ليه؟ وليه تحصينات وليه وضع خاص وكلام من هذا القبيل. إحنا كنا أملنا إن المستشفى دي تتفتح حديثا قريبا، وهي أنا قلت لخالد وقلت لما جينا وصلنا العدد لل 300 وشويه دول ان احنا مستعدين لمستشفى عالمي يجي ياخدها، واحنا نشتري منه يا خالد الخدمه. احنا نشتري منه الخدمه، هو يديرها، واحنا الخدمه بتاعتنا هتبقى ببلاش للناس، هتبقى ايه برضو بالمجان للناس، ولكن اداره عالميه، ده شكل من اشكال القطاع الخاص بشكل تاني، واحنا نشتري منه الخدمه للناس اللي احنا هنوديهم يتعالجوا هناك. انا حبيت اقول الكلمتين دول عشان هو كان بيقول ان ممكن القطاع الخاص يعمل مستشفيات. شوفوا يا جماعه انا بقالي سنين طويله موجود معاكم هنا، وكل يوم بشوف الدنيا والعجب. اذا كنتوا عايزين تضمنوا مسار ناجح، الدوله تخلص 3/4 المشوار وتسيب الربع للقطاع الخاص. يعني ايه؟ يعني أنا أعمل المستشفى بالمواصفات اللي أنت عايزها وأديها لك، وأنت تديرها أكنك أنت اللي إيه؟ صحيح. عملتها. لأن أنا عشان أديها له المستشفى دي عايز على تتخصص له حتة أرض ونخش في متاهات الأرض، وبعدين التصميمات والتنفيذ، ويشوف هو قرض من البنك ياخده عشان يعمل المستشفى. قبل ما تخرج المستشفى بالطريقة دي يا خالد تاخد من 5 لـ7 سنة. كما دكتور مصطفى؟ أنا بقول كلام معقول؟ مظبوط يا فندم. معايا أنا تاخد قد إيه بقى؟ 2 سنين. اللي هو توقيت إيه؟ تنفيذ. هتخلص في 2 سنين يبقى هتخلص في 2 سنين. هتخلص في 1.5 سنة يبقى هتخلص في 1 سنة. وأنا بقول له أنا خلصت لك المشوار أهو، تعالى إيه؟ دير. تعالى دير أكنك أنت اللي عملتها، وأنا برضه إيه؟ هشتري الإيه؟ الخدمة. هشتري الخدمة. الفكرة اللي إحنا بنتكلم عليها عشان يعني موضوع العلاج في مصر بنقول ايه؟ انا ممكن يكون عندي 700 مستشفى، لكن ظروف ادارتنا والارقام اللي احنا بنديها للاطقم اللي شغاله في المستشفى قد تكون مش مشجعه ومش محفزه. يا خالد انت بتزعل نقول خالد من غير دكتور؟ لا يا فندم، لا يا فندم، العفو يا فندم، لا يا فندم العفو. طيب يعني مش يعني 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 الحد الاقصى من طاقه العمل. انا في تقديري ان نتيجه الظروف اللي احنا دكتور مصطفى مش قادرين نلبي بيها، وانا بعترف كدوله كحكومه مش قادره توفر رقم مناسب، بقول مناسب ما بقولتش زيادة ولا حاجة، رقم مناسب لكل اللي شغال في القطاع، في كل قطاعات الدولة وعلى رأسها التعليم والإيه؟ صح. والصحة. وأنا بقول كده للمصريين
عشان لما تيجي تجد مستوى مش عاجبك اوعى تقول الحكومه بتعمل ايه، اوعى تقول ايه، اوعى تقول وزير الصحه بيعمل ايه. ده مش معناه ان احنا نقبل يا دكتور مصطفى التهاون، لا، لكن اعرف انك انت وانت بتقول اللي انت شايفه ده عشان تغيره لازم تبقى معايا، تبقى معايا مع مصر. يعني يعني ايه مزيد من العمل؟ لان احنا لما هغني الناس هقدر احسن كتير من اللي مش عاجبنا دلوقتي. اوعى تفتكروا ده ممكن يتغير بانك تهدى. اللي انت شايفه ده ما يتغيرش غير بالعمل والكفاح والصبر، ويمكن يكون الحرمان كمان، ويمكن يكون الحرمان كمان. المستشفى دي وغيرها من المستشفيات الكبيرة اللي احنا عملناها بما فيهم المدينة الطبية دي، احنا بنعرضها للقطاع الخاص في مقابل يا دكتور خالد ان هم احنا هنشتري منهم يا دكتور مصطفى الخدمة بتاعتها، وهم يديروها، يبقى جزء هم بيديروه لصالح فئات داخل مصر وخارج مصر. بشكرك على العرض بتاعك، وعايز اقول لكم الدكتور خالد من الناس اللي شاطرين. كان وزير صحيح، كان بيجي يعرض عليا وهو وزير تعليم، فكان شاطر جدا، عنده قدرة على تسويق فكرته، تسويق وليس تسويق، تسويق فكرته يخليني ويجيب رجلي ونعمل الايه. فانا ده كان في التعليم العالي ساعتها، وبقول ان هو بالافكار اللي اتعملت خلت النهارده بعد ما كنا احنا بنتكلم على ان احنا لدينا تقريبا 50% من الطاقة المطلوبة للجامعات، ان احنا وصلنا تقريبا 100% بالنقاش وانا كنت بهاوده وبطوعه وهو بيعتقد ان هو اقنعني، لكن انا شايف ان انا بتكلم بجد، هو فاكر ان هو ايه يعني، لا، انا شايف ان الموضوع ما دام لقيت الزميل اللي معايا بيقول هياخد دعم اقصى ما عندي، يعني لان هي في النهايه لصالح مين؟ لصالح البلد كده يعني. دكتور النيفين احنا طولنا عليك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا فخامة الرئيس، ودائما نتشرف بتعقيبكم، وما زلنا نحكي حكاية وطن، ولكن هذه المرة في قطاع التضامن الاجتماعي. لم تقتصر جهود الدولة المصرية خلال السنوات التسعة الماضية لتحقيق العدالة الاجتماعية على القطاع الصحي فقط، ولكن امتدت تلك الجهود لتشمل أيضا رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم حزم الحماية الاجتماعية، سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني، والعمل على الزيادة المستمرة للمخصصات المالية. للتعرف على ما قدمه قطاع التضامن الاجتماعي عن قرب نتابع في هذا العرض. أن صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي. لازم أرتب ورق البلد دي حتى تكون دولة ذات شأن. كان بيعاني الشعب المصري من غياب العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية بعد ما وصلت معدلات الفقر في مصر ل 26.2%، وبلغت نسبة الفقر في الريف ل 51% عام 2013. علشان كده كانت الأولوية للدولة المصرية تحسين حياة المصريين. في مقدمة تحركات الدولة المصرية في ملف العدالة الاجتماعية كانت مبادرة حياة كريمة، أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية، ويعد أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث. وهدفها تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية للمشروع بالكامل أكثر من 1 تريليون جنيه.
المشروع بيستهدف 4800 قرية في 22 محافظة، وبيستفيد منه 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. تم إطلاق المبادرة في يناير 2019. ومع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للأسر 8400 وصلة مية شرب، 6300 وصلة صرف صحي وتركيب 11000 سقف، 9500 منزل تم رفع كفاءته لحد مارس 2023. والمرحلة الأولى تم تنفيذها بالكامل بتكلفة 13.5 مليار جنيه. ونتيجة للتدخلات اللي قامت بيها المبادرة، انخفض معدل الفقر في عدد كبير من القرى بنسبة 14%، وانخفض معدل الفقر العام في مصر بنسبة 2.8% عام 2020 مقارنة بعام 2018. المبادرة ما اشتملتش على البنية التحتية وبس، لكن اشتملت كمان على الجوانب الثقافية والصحية والرياضية وتمكين اقتصادي وتدخلات إنسانية، علشان القرية اللي تخلص نبقى متأكدين إن الفقر مش هيرجع لها تاني. من 2014 اهتمت الدولة المصرية بتوفير حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، شملت تنمية الأطفال ورعاية المسنين وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة لدعم نقدي مباشر للأسر وصلت قيمته في 2022 ل 106 مليار و 600 مليون جنيه. أبرز إنجازاتنا كان برنامج تكافل وكرامة، اللي أصبح حالياً أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في مصر والمنطقة العربية، وبيستفاد منه 5,200,000 أسرة، يعني حوالي 20 مليون مواطن، بعد ما كان عدد المستفيدين من كل برامج الدعم النقدي من الحكومة في 2014 حوالي 1,700,000 أسرة، يعني بزيادة 205.9%. وبعد توجيهات من السيد رئيس الجمهورية، زادت قيمة معاشات أسر تكافل وكرامة مرتين في عام 2023، بالإضافة لرفع المعاشات 10 مرات من 2014. ونتيجة لده، زادت قيمة إجمالي المعاشات المصروفة في 2022 لحد ما وصلت ل 294 مليار جنيه. برامج التضامن الاجتماعي شملت كمان ذوي الهمم، وتم تقديم دعم نقدي لمليون ومئة ألف شخص. كمان اتحركت الدولة لحماية الأسرة والشباب والنشأ، وكانت النتيجة انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% ل7%، وتم إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات. كمان تم تقديم الخدمات العلاجية لحوالي 72 ألف مريض إدمان. ومن 2020 الوضع اختلف، والاحتياج للمظلات الاجتماعية تضاعف بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وكنا قد التحدي، فرفعنا المخصصات المالية المقررة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة من 343 مليار في 2021 لحد ما وصلت ل 529 مليار في موازنة 2023. ولسه مع كل يوم بيعدي، البلد بتثبت إنها في مواجهة أي أزمة هتكون لشعبها درع وحماية، وهو ده أصل حكايتنا، حكاية وطن. إذن دكتورة نيفين، كان لقطاع التضامن الاجتماعي أدوار وأنشطة عديدة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية كما شاهدنا في العرض السابق، فكيف كان تأثير هذا القطاع، قطاع التضامن الاجتماعي، على الفئات الأكثر احتياجاً خلال السنوات التسعة الماضية؟ وأيضاً ما هي الإجراءات المستقبلية لضمان استدامة واستمرار مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
السيدات والسادة الحضور الكريم. تحية مباركة لحضرتك يا فندم على ورجال القوات المسلحة ولأسر الشهداء والمصابين على انتصارات مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة، وسلام على كل دماء سالت وعلى كل روحة فاضت إلى ربها دفاعا وتأمينا لهذا الوطن الحبيب. حكاية وزارة التضامن الاجتماعي أو حكاية الوطن هي حكاية شعب، حكاية شعب بكل أطيافه وفئاته وطبقاته. بدأت الحكاية من دستور 2014 اللي هو كان دستور تم وضعه بمشاركة جميع الأطياف والفئات أيضا، واللي كان بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع قائم على المكاشفة والمصارحة والشفافية، وأيضا قائم على المشاركة والمسؤولية. والحقيقة هنا المسؤولية جماعية، مسؤولية مجتمعية، مسؤولية شعبية وسياسية في آن واحد، لأننا كلنا في الآخر وفي النهاية شعب بنغير المواقع، لكن نحن جزء من هذا الشعب، والشعب هو جزء من حكاية هذا الوطن. والسؤال هو من يبني من؟ هل الوطن هو اللي يبني الشعب ولا الشعب اللي بيبني الوطن؟ واللي هي عملية مستمرة من العطاء حتى نقوم ببلدنا الحبيب ونستطيع أن نحقق ما نصب إليه كمصريين لمصرنا الحبيبة. من أول 2014 وكان المطلب الأساسي من الشعب العدالة الاجتماعية، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها، وبدأت الحكومة من قبل إجراءات إصلاح الاقتصادي أنها تقر سياسات وإجراءات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب، المواطنين والمواطنات، وبصفة خاصة من هم، أنا مش هقول أكثر احتياجاً، هقول أولى بالحماية أو بالرعاية، لأننا نتحدث عن حقوق، ولأننا لو فضلوا أكثر احتياجاً يبقى إحنا بنعمل شغلنا. فالجزء الخاص بأن 2014 سياسات العدالة تتعمل لكل الشعب دوت، لكل الفئات اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، موازنات اتخصصت، وصلت موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة لم تشهدها من قبل. وكما يقول السيد الرئيس، والحقيقة هو كان صاحب هذه القرارات الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وكان دائماً بيقول إياكم والمواطن البسيط، وإن جزء من هذا الدعم وجزء من هذه الحماية هو الاستثمار في البشر والاستثمار في الأجيال الحالية، هو ما سنستثمر به للوطن في الأجيال القادمة. يعني ما نستثمر فيه هم سيستثمروا في الوطن تباعاً ويحافظوا على المكتسبات التي تم الوصول إليها. إحنا بنتحدث عن فئات كثيرة، يمكن عشان العدالة الاجتماعية ملف مهم جداً، بيرأس دولة رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بتحتوي على كافة الوزارات العاملة في المجال، مش بس التضامن، التضامن والصحة والتموين والقوى العاملة والتعليم والتعليم العالي، وزارات عديدة كلنا بنشترك فيها. ثالث، التشريعات تحمي الفئات المختلفة، تحمي فئات المرأة بكل أشكالها، المرأة المعيلة حوالي 18% من الأسر مرأة معيلة، تحمي أيضا ذوي الإعاقة أو القادرين باختلاف 10.8%، أصحاب المعاشات ما يقرب من 10.4 مليون مواطن، تكافل وكرامة أو الأسر الأولى بالرعاية 30 مليون مواطن بنوصل ليهم ما هنتحدث عنه دلوقتي، الطفولة المبكرة 12 مليون طفل. فالحقيقة أسر شهداء ومصابين، غارمين وغارمات، فالحقيقة مشروعات صغيرة متناهية الصغر، عشان كده كان في مسطورة، كان في عمالة غير منتظمة بره أمان للصيادين، كان في ملف الحرفيين تتلفف حرير وصنايعية مصر. هم دول الشعب أصحاب الحكاية، جزء بيسمعوها وجزء هم نفسهم بيحكوها. لو اتنقلنا لمحاور اللي تشتغل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، هي ليست فقط الحماية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات الحمائية التي توفر الحد الأدنى للمواطن من الدخل الشهري، بالإضافة إلى المزايا والخدمات الأساسية اللي بيقدر يوفر بيها لنفسه حياة كريمة ويقدر ياخد الحد الأدنى. لكن الحماية الاجتماعية ليست معناها التوقف عن العمل، لكن عشان يخرج من الحماية الاجتماعية للتنمية الاقتصادية
ليست كل من يحصل على دعم قادر عن ألا يعبر هذا المعبر، لأن في بعض الفئات غير قادرة على العمل. فدايما هيبقى في عندنا ملف الحماية الاجتماعية مستمر لبعض الفئات، لكن المسألة هي تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل. الحقيقة إن هم لما بيخرجوا لسوق العمل من غير تأهيل، منهم من يتعثر ومنهم من يغرم لأنهم مش مؤهلين بالقدر الكافي. ناسنا في وزارة الطوابير ناس بسيطة ما يقدروش يدخلوا السوق مرة واحدة، عايزين يتأهلوا، عايزين قطاعات وسيطة تقدر تساعدهم، وعايزين منهم من يتفوق على نفسه ويعبر من التضامن لجهاز تنمية المشروعات ويقدر يكبر، ومنهم من يبقى على مشروعات بسيطة لكن هي في الآخر بتوفر له حد الكفاف. مهما عملنا من حماية وتنمية بيبقى دايما بعض الفئات في الرعاية، زي ما هنشوف دلوقتي، زي الأيتام فاقدي الرعاية، وزي المسنين، وزي فئات أخرى، وزي المرأة المعنفة. بنتعب بعد كده، هل إحنا بنعمل لوحدنا؟ من حظ وزارة التضامن الجيد إنها بتنسق وتربط بين كافة وزارات عديدة، لأننا نعمل في الآخر على المواطن. وزي ما زميلي معالي وزير الصحة كان بيقول، إحنا بنعمل من أول الألف يوم الأولى لغاية سن المعاش، يعني إحنا مع المواطن لغاية لما يروح، وبعد ما يروح كمان شغالين على معاشه. فإذا إحنا مستمرين لفئات مختلفة، والفئات عمرية كمان مختلفة. الحقيقة إحنا مش بس بنشتغل في الريف، إحنا معظم خدماتنا زي ما هنشوف متركزة في الريف، لكن في الحضر، في الريف، في المناطق الصحراوية، ولم شمل الأسر في كافة المناطق الحدودية، أيضا في الصحراء التي باتت نغزوها في قطاعات عديدة. شركائنا أيضا مؤسسات العمل الأهلي، وهي الحقيقة لها يعني أيادي بيضاء سنذكرها حالا لأنها شريك أساسي، وبنشكر سيادة الرئيس على تقديره لجهود المنظمات الأهلية، مش بس على إقراره عام واحد، لكن على اعتبار المجتمع المدني والتقدير لدوره كشريك أساسي مع الدولة، مثله مثل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية. ثم يبقى قضية الوعي، والحقيقة لو اشتغلنا على الأربع محاور وبقيت قضية الوعي بوعي متأخر، وأحياناً وعي زائف، وأحياناً إشاعات، وأحياناً وعي متأخر، فسنبقى هنتحرك بشكل معنا أعباء ثقيلة تجرنا للخلف كلما اندفعنا للأمام. فالحقيقة قضية الوعي اللي هنتكلم فيها، وعشان كده سيادة الرئيس الحقيقة بيديها أهمية كبيرة جداً، لو كل دوت هاردوير، فالسوفت وير اللي بيشغل كل دوت هو الوعي. مش معناها الوعي يعني التعليم، يعني الإدراك، يعني الفكر، يعني الوعي، يعني الاستيعاب، يعني كل القوى الناعمة لمصر. الحماية الاجتماعية لو بدأنا بيها، احنا بنتكلم النهاردة لو دولة الرئيس في أول يوم ان احنا علينا من 1.7 ل 5.2 مليون أسرة. الحقيقة بس أنا هجيب عدد المواطنين اللي احنا بنتكلم في 2014 من 6.5 مليون فرد، وصلنا حاليا لغاية 22 مليون فرد مع زيادات اللي سيادتك يا فندم صرحت بيها مؤخرا. احنا مش بس وصلنا ل 31 مليار، احنا الزيادة الأخيرة اللي اتعملت ل 15% هترفعنا ل 36 مليار. يعني الحقيقة يمكن الحكومة في أول سنة من عهدها في 2014 ضعفت الدعم النقدي من 3.7 لما يقرب من حوالي 7 مليار، ثم تزايد تدريجيا حتى وصل إلى 36 مليون مليار جنيه مصري، يعني 900%. يعني الشعب على رأس أولويات الحكومة. احنا عايزة أوضح هنا أن نسبة، لأن تكافل وكرامة مش برنامج عبء على الدولة، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. تحريك رأس المال المحلي، ال 36 مليار جنيه مصري دول وما ينزلوا على المجتمع المحلي وتحريكه ودفع عملية الشراء، الحقيقة هو الاقتصاد المحلي بيندفع. وعلشان كده خفض الفقر القومي، لو ما فيش برنامج تكافل وكرامة الفقر هيعلو 3 درجات. أما على مستوى الأسرة فالفقر يعني احنا لما أسرة بتاخد تكافل وكرامة، أسرة بسيطة جدا، واحنا عاملين معايير استهداف، لأن يمكن أنا ما اتكلمتش عن التحديات. التحديات هي أول ما بدأنا هذا البرنامج، والحقيقة كان ليا الحظ إن أنا أشتغل في هذا البرنامج من أوله مع معالي الوزيرة السابقة، لكن الحقيقة إن كان في برنامج ما فيهوش استهداف كافي،
مفيش ميكنة، وإذا كنا إذا غياب ميكنة يعني غياب حوكمة، يعني فرصة أكبر لعدم وصول الدعم المستحقي، يعني فرصة أكبر لممارسات فساد، يعني فرصة أكبر لعدم وجود عدالة اجتماعية. علشان كده إحنا كمان كان في زيادة سكانية، الوزارة الدولة يعني الحقيقة بتمشي بخطى أسرع من أدوات العمل اللي في وزارة التضامن، علشان كده كان لازم نسرع نطور قدرات ونميكن ونبني البنية التحتية، فكأننا بنصلح طيارة وهي طيارة لازم تطير بس لازم تتصلح في نفس الوقت. فالحقيقة يمكن أنا عايزة أزود على 36 مليار اللي إجمالي 107 مليار خلال التسع سنوات السابقة، أزود 57 مليار آخرين، وده جزء من دعم المجتمع المدني، اللي هو لما نحسب الدعم لازم نحسب الفاتورة كاملة، والفاتورة حتى تاريخه غير موثقة. يعني لو بنقول 57 مليار من المجتمع المدني ومن جزء آخر من التضامن الاجتماعي، والحقيقة احنا بنحيي القطاع المصرفي أيضا، لأن CSR أو المسؤولية المجتمعية اللي تم دفعها من البنوك خلال الفترة السابقة ليست بقليلة. فالمفروض وإحنا بنحسب 107 نحسب مع 57 مليار، ده غير أموال الزكاة، ده غير الأموال غير المرئية اللي احنا مجتمعيا بتاخد مجراها، وده يمكن حلم لوزارة التضامن انها ترصد هذه الموارد، مش عشان تاخدها، عشان تنظم توزيعها وعلشان تحوكمه وتتأكد ان كل حق ذهب الى مستحقين. تكافل وكرامة هو برنامج استثمار في البشر، زي ما حضراتكم شايفين لو بصينا ان هو تعالى الأطفال تحت سن 18 سنة المستفيدين، إحنا بنتحدث عن أكثر من 6 مليون طفل تحت مظلة هذا البرنامج. هذا البرنامج هو برنامج شاب يستثمر فيه، نسبة الالتحاق في التعليم فيه تقرب من 100%، لأنه شرط من شروطه هو برنامج مشروط، مش عشان نتحكم في الناس زي ما كان بيتقال في الأول، علشان نقايد الناس على مؤشرات التنمية، علشان الأطفال مش ملكية خاصة للأسر، من حق كل طفل أنه يروح التعليم، أنه ياخد رعاية صحية. إذا ضمينا عليهم الشباب من 18 ل 24، إذا بنتحدث عن 51% من إجمالي المستفيدين هم من فئة الأطفال والنشء والشباب. إحنا كمان تكافل وكرامة بيغطي فئات أولى بالرعاية، يمكن الحقيقة مناصرتهم ودعمهم هو جزء كبير من نصرتنا إحنا، لأن إحنا النهاردة بنتكلم على ذوي إعاقة 1.2 مليون مستفيد بعد زيادة الأخيرة، وصلت الدعم الذي يخص القادرين باختلاف ل 8 مليار، ده دعم نقدي فقط، لسه في خدمات رعاية وخدمات مراكز تأهيل وخدمات أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، ولسه في موضوعات أخرى كثيرة، لكن أنا بتكلم عن الدعم النقدي فقط. أيضا في المسنين أو كبار السن، وإحنا بنشرف أن يكون كبار السن، الحمد لله إحنا بنطلق أول قانون لكبار السن لتكريمهم وتوقيرهم، وأيضا الاستثمار بهم، لأن إحنا ضد فكرة أن كبار السن غير قادرين على العطاء، هم ثروة يجب الاستثمار منها وفيها. وصلنا ل 3.2 مليار، عندنا 720 ألف مرأة معيلة، المبلغ اللي مرصود بعد الزيادة الأخيرة هنصل فيه إلى 4 مليار جنيه سنويا. الجميل في هذا البرنامج إنه برنامج مناصر مش بس للأسرة، هو مناصر للمرأة، لأن 75% من النساء من حاملي بطاقات تكافل وكرامة هن من النساء. وإحنا الحقيقة يا فندم عملنا دراسة على مدى تأثير هذا البرنامج على تقوية أو تمكين المرأة وقدرتها على إنها تاخد قرارات. المرأة الريفية مرأة ناصحة جداً، وكثير من الأسر بيستثمر هذه الأموال ويبتدي بيه مشروعات أو بيعمل بيرشد الاستهلاك فيه. أيضا إحنا عندنا 72% من المستفيدين هم في الريف، لأن زي ما شفنا في الفيلم 51% من الفقر في جمهورية مصر العربية هم في الريف، عشان كده إحنا بنعمل هنا استهداف عادل أو تحيز إيجابي مقصود. احنا مش بنشتغل دعم نقدي فقط، لان احنا بنشتغل زي ما الدكتور مصطفى قال اول يوم فقر متعدد الابعاد، مهم قوي عندنا الصحه والتعليم، علشان كده شرطناه ببطاقه صحيه بحصول الاطفال تحت سن 6 سنوات على بزيارات دوريه لوحدات الصحيه، بالتحاق الاطفال بالتعليم،
وفي ربط شبكي ما بين التضامن وبين هذه الوزارات للتحقق من إن هؤلاء الأطفال يحصلوا على نصيبهم من التعليم والصحة. لكن الحقيقة إحنا لما جينا نحلل البيانات إحنا بنقول 5.2 مليون أسرة، لكن قاعدة بياناتنا فيها 11 مليون أسرة، فيها 40 مليون مواطن. دي في حد ذاتها ثروة، لأن الثروة المعلوماتية اللي بتدلنا على الأسر ديت عددها قد إيه، عندها تأمينات ولا لأ، مين بيشتغل، مين عنده مرض، مين، الحقيقة هي دي ثروة. وإحنا بنقيس نسبة أمية أرباب الأسر أو ربات الأسر لقيناها 62%، وده بيثبت إن الأسر دي فقيرة بحق، لأنها مش فقيرة بس في الأموال، هي فقيرة في التعليم وفي الصحة. علشان كده إحنا بنشتغل على جودة حياة. فعملنا برنامج لا أمية مع تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومع الأزهر الشريف ومع وزارات أخرى ومع المجتمع المدني، ووصلنا لما يقرب من 970 ألف، يعني حوالي مليون سيدة من 15 لـ35. ليه اخترنا من 15 لـ35؟ علشان هن دول أصحاب الأسر الصغيرة اللي على مطلع الحياة. فالحقيقة انخفض الفقر في انخفضت الأمية في الوقت الحالي لـ 47%. المشكلة أن أمية يعني زيادة سكانية، أمية يعني عدم حصول على فرصة عمل. فعلشان كده إحنا مهتمين بهذا الملف. في أيضاً 2 كفاية، وده بالشراكة الحقيقة مع كلا من البرنامجين، تنمية الأسرة المصرية واستراتيجية السكان. إحنا عيادات 2 كفاية وصلنا فيها 140 عيادة في المجتمع المدني. إحنا لما يجي المجتمع المدني إحنا عندنا حقيقة أكتر من 10,000 جمعية عندها خدمات صحية، واللي هي حصل تعاون ما بيننا وبين معالي الوزير في الفترة السابقة، لأن عندنا جمعيات فيها غرف عناية مركزة، فيها أجهزة غسيل كلوي، حضانات. فالمجتمع المدني بيقدم ما يقرب من 30% من الخدمات الصحية. علشان كده إحنا وزارة الصحة هي اللي بتقود الموقف وتقول لنا فين الفجوات اللي موجودة في الصحة الإنجابية، فإحنا نفتح عيادة في المكان اللي هي تدلنا عليه. هي اللي بتعتمد العيادات، هي اللي الحقيقة كمان بتدينا أدوات تنظيم الأسر. وصلنا ل 9 مليون زيارة، 4 مليون راحوا عيادات الصحة الإنجابية، 1,300,000 هم اللي استخدموا وسائل. يعني وصلنا ل 9 زيارات، 4 راحوا، 1 هم يعني استخدموا وسائل تنظيم أسرة. وإحنا طبعاً مستمرين، إحنا حالياً معانا 120 جمعية، 140 جمعية، المفروض نوصل لغاية 400 جمعية. أسر الشهداء والمصابين وإحنا بدأنا بيهم، يعني هم قرة وتاج رأسنا. الحقيقة إحنا بنشتغل على الشهداء المدنيين اللي منهم كثير راح جراء مكافحة الإرهاب والتطرف. عندنا 1,374 شهيد، 2,509 مصاب. سيادة الرئيس مشكور بكرمه المعهود ضاعف الأعداد والمبالغ التعويضات التي تصل لهذه الأسر. وليس هذا في حسب، لكن مش مرة واحدة فقط، ولكن في معاشات استثنائية مستمرة مدى الحياة تزيد زيادة تدريجية مع زيادات المعاشات، بالإضافة إلى مزايا تعيين الأفراد في الأسرة وإلى مزايا في الإسكان الاجتماعي. في بطاقات بتتيح لهم هذه المزايا. والحقيقة إحنا دولة الرئيس كان أسند لينا المجلس القومي للشهداء والمصابين، لكن إحنا بننسق مع الصندوق القومي اللي هو سيد الغالي. الحقيقة يمكن عشان نقدر نظبط ونحوكم هذه المنظومة، في يعني اتصال مباشر وكل الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية اللي عندها أكثر من 45 قاعدة بيانات على مستوى الدولة، بنتحقق من هذه البيانات. الجزء بتاعنا الميداني بنزور الأسر نشوف شاهد عيان، لكن في بيانات قد لا يصرح بيها، علشان كده بنقدر نعرفها من الخدمات اللي موجودة في الدولة. هي وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات هي اللي بتعمل المنظومة بتاعت الحماية الاجتماعية المجمعة والمميكنة اللي بتربطنا جميعا ببعض. عندنا ربط شبكي حاليا مع 9 جهات حكومية. عندنا أيضا مراجعة للأسر كل 3 سنوات حتى لا نسمح للأسر القادرة على العمل أن يعني تستكمل في الدعم، وغيرها ممكن ما يكونش قادر على العمل ولا يحصل عليه. علشان كده إحنا بنراجع الأسر كل 3 سنوات وبنسترجع أي أموال
قد تأخذها أسر وهي غير مستحقة، بنقي البيانات بشكل مستمر وفي ميكنة كاملة للمنظومة، من أول استخدام التابلت في الوحدة الاجتماعية، من أول الميكنة حصلت في وزارة التضامن حصلت طفرة فيها من أول الديوان لغاية الوحدات الاجتماعية عشان نقدر نربط شبكي ونحدث قاعدة البيانات. تأسيس وتجهيز الوحدات السكنية يمكن اشتغلنا في الريف، لكن السيد الرئيس كان وجه بالتأسيس وفرش الوحدات السكنية انتهينا منها، لكن احنا المهمة الأكبر هي الدخول في هذه المناطق والعمل على تغيير أو تعديل سلوكيات واتجاهات المواطنين فيها بكل القضايا التي تحدثنا عنها. الشمول المالي الحقيقة احنا عندنا أكثر من 11 مليون بطاقة ميزة، 5.2 لتكافل وكرامة، أكثر من 6 مليون للمعاشات جميع الرائدات الاجتماعيات، وإحنا على وشك نطلق حتى الأطفال كريمي النسب بنطلع لهم بطاقات ميزة دلوقتي، فإحنا طموحنا في آخر هذه الفترة أن نصل بخدماتنا كلها بدفع إلكتروني. الحاجة الجيدة جداً إن إحنا بنقدر نرصد الفلوس اللي أخدتها الأسر راحت فين، فبنقدر نرصد سلوكيات الصرف. يعني في احنا كنا بنصرف 2.5 مليار شهريا، بعد الزياده هيبقوا 3 مليار شهريا، لكن 2.4 مليار بيسحب مالي، منهم حوالي 78% بيسحب من البنوك. انا بتكلم على ناس بسيطه جدا تقدر تاخد بطاقه ميزه وتروح تسحب من اي تي ام او من ماكينه صراف الي او من البريد او من احد شركات الصرف. فالنهارده بنتحدث عن أسر بسيطة بدأت تصعد تدريجياً، علشان كده بقول هم مش أسر أكثر احتياجاً، كلما مدينا إيدينا معاهم بالدعم كلما نمت قدرات هذه الأسر. فأنا ضد فكرة إن هذه الأسر غير قادرة على العمل، غير قادرة على التطوير، لا، هم عايزين تعب أكتر مننا وأكيد حنوصل بيها. ده ملف الحماية الاجتماعية بشكل عام، مش هدخل في التفاصيل أكتر من كده، لكن بننتقل إلى ملف التنمية وهو المعبر التمكيني. إحنا الحقيقة يعني يمكن في الفترة الأخيرة علشان نقدر نخرج الأسر بعد 3 سنوات طرحنا إن إحنا نعمل مشروعات متناهية الصغر. كنا في عام 2014 عندنا 160 ألف مشروع، دلوقتي وصلنا 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة 3.8 مليون مليار جنيه. الحقيقة هذه المشروعات هي مشروعات بسيطة، منها احنا عشان كده احنا بناخدهم بعد كده لوحدات إنتاجية أكبر، لكن دي اللي الأسر بتجرب نفسها فيها، في عمل لدى النفس زي المشروعات وفي عمل لدى الغير، وفي تنسيق دلوقتي جاري مع جهاز تنمية المشروعات عشان الأسر اللي بتنجح تقدر تروح تاخد مبالغ أكبر أو تاخدها من مسطورة في بنك ناصر. عندنا أيضاً ملف العمالة غير المنتظمة، وده الحقيقة السيد الرئيس كان مهتم بيه جداً، علشان كده كان وجه بالقانون والصندوق وبنتعاون مع وزارة العمل إن شاء الله فيه. وصلنا بمشروعات، هذا مشروع مستحدث من سنة 2021، من أول بر أمان وتتلف في حرير، وصلت التمويل فيه 910 مليون جنيه. حقيقة فندم كنت ذكرت امبارح على الصيادين وقت الزريعة، احنا بدأنا كوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومع وزارة البيئة ندفع للصيادين وقت 4 شهور في السنة اللي بيتوقف فيه الصيد، بالإضافة إلى صيادين شمال سيناء عشان نقدر ندفع تأميناتهم المتأخرة، ثم دلوقتي انفتحت البحيرات للصيد. القطاع الحرفي والإنتاجي، صناعية مصر، والحقيقة ده قطاع مهم جداً لأن في التعاونيات الإنتاجية اللي رأس مالها 13.8 مليار جنيه، واللي كانت موجودة واللي إحنا عندنا أمل فيها أنها يبقى القطاع الوسيط ما بين المواطن البسيط. هم مش بيزنس مان كبار، لكن هم بالعكس هم بالضبط اللي إحنا عايزينهم، اللي هم يبقوا وسيط ما بين قاعدة المجتمع و 448 جمعية تعاونية، وبالإضافة إلى معارض ديارنا اللي بتحقق حوالي 600 مليون جنيه سنوياً. ال 600 مليون جنيه إحنا بنتوسع فيهم، لكن السيدات في هذه المعارض هو ده مصدر، هو ده أكل عيشها، إنها تيجي المعرض تقرض وتبيع دوت، فإحنا بنتوسع فيه بناءً على توصيات السيد الرئيس. والحقيقة إحنا أصدرنا مع الأهرام العربي موسوعة فيها
تقريبا الاهرام العربي، فيها 30 حرفه عشان نوثق المنتجات والحرف على مدار التاريخ، عشان ما تندثرش الحرف من غير ما نقدر ننميها. لكن احنا ان شاء الله بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومع جهاز تنمية المشروعات هنطور هذا القطاع تحت اشراف دولة رئيس الوزراء. المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمات اللي احنا اتكلمنا عنهم دول عرضة للغرم. ليه هم عرضة للغرم؟ علشان مش متمكنين بشكل كافي، عشان ما فيش إقراض آمن للأسر البسيطة اللي ما تعرفش تمشي في إجراءات واللي ما تقدرش تدفع مبلغ كبير. فعشان كده إحنا عملنا السيد الرئيس الحقيقة هذا ملف ذو حدين، يعني مش عايزين ندعم الغارمات دون أن نشرع الغرم ونجعل ده وسيلة بسيطة أن أنا هستلف النهاردة ما هم هيسددوا بكرة. لكن الإفراج عن 5784 غارمة، واحنا يعني بنركز اكتر على السيدات، وبنعمل قائمه بيضاء لمن هو اول مره تغرم ونشوف سبب الغرم ايه. اذا كان سبب الغرم خارج عن ارادتها فاحنا بنعمل دوت وبناخده بشكل حذر جدا مع وزاره الداخليه ومع النيابه العامه، وبنعمل منصه ثلاثتنا نراها، والحقيقه بيحصل ربط شبكي ايضا حتى اذا كان هناك غرم. احنا مش عايزين نساعد الغارمين فقط، عايزين نوجد حلول. علشان كده بنتحدث عن بنك ناصر الاجتماعي اللي هو بيسميه بنك كل المصريين. يعني كنا بنتحدث عن التجربة الاندونيسية يعني على جرامين بنك او بنك جرامين. انا لما اشتغلنا اكتر في بنك ناصر لقينا ان بنك ناصر عنده خدمات تفوق بنك جرامين، لكن محتاج تطوير كتير. عنده منتجات مصرفية، عنده لجان زكاة بتصرف على مستشفيات كتيرة جدا، مستشفى بوريش، الأورام، الدمرداش، الحقيقة بتقدم دعم كثير للمستشفيات. عنده ملف دعم للمسنين، لطلاب التعليم الفني، عنده الحقيقة يمكن أكبر شهادة عنده هي رد الجميل للمسنين اللي وصلت لـ2 مليار جنيه في سنة وكم شهر. لكن الحقيقة هو البنك محتاج تطوير كتير. في السنوات الأخيرة عملنا طفرة، زادت التمويلات من 7 مليار ل 26 مليار، زادت الودائع الاستثمارية أيضا من 3.8 ل 17 مليار. القروض الحسنة يعني يمكن دي مش موجودة على مستوى الدول العربية اللي بحثناها ولا الأجنبية. القروض الحسنة موجودة في مصر بس، اللي هو بيسلف قرض وبيرجع الفلوس كما هي. فالحقيقة دي زادت من 139 مليار لمليون، هي الرقم ده غلط، من 139 مليون ل2 مليار. بمعنى كده هو ده الوسيلة الآمنة للإقراض الآمن اللي ممكن تكون حسنة أو ممكن تكون يعني بقروض ميسرة. أيضا في صندوق تأمين الأسرة للمطلقات اللي بدأنا فيه ب239، وكان هذا الصندوق مديون. خلاص وصلنا سددنا الدين إلى حد كبير، وبقى اللي داخل على قد المدخلات على قد المخرجات، وصلنا فيه لمليار ومئة مليون سنويا. ولكن حلم سيادة الرئيس كان أكبر من ذلك بكثير. علشان كده إحنا مع وزارة العدل الحقيقة مشكورة بنطور صندوق تأمين الأسرة بشكل أوسع، وإن شاء الله يبقى صندوق كبير ما يخدمش المطلقات بس، ونربط ما بينه وبين صندوق تكافل وكرامة عشان نقدر نضمن للأسر يعني دخل آمن وتأمين ضد أي ظروف موجودة. الإعانات والمساعدات السنوية وصلنا فيها المليار 750. الحمد لله البنك حقق هذا العام أعلى مستوى أرباح، من كنا 354 مليون وصلنا لـ3 مليار و100 مليون. كل دوت هيفضل موجود لو ما فيش حماية تأمينية. عشان كده أول ما ينخفض الاشتراك التأميني إحنا كتضامن بنقلق، لأن كم كان سنة هيجولنا في كرامة، ما هو هيجيب منين؟ هيبقى عنده 65 سنة غير قادر على العمل بشكل يوفر له مبلغ كافي، فأول ما يتسرب من التأمينات يبقى هيسمع عندي في كرامة. طب إحنا كرامة وصلنا في تكافل وكرامة ل 27% لذوي للقادرين باختلاف و 12% للمسنين. فإذا الصندوق بيكبر، طب ما أنا حل المشكلة من جذورها وأعمل اشتراك تأميني ميسر أو بالذات للعمالة غير المنتظمة. الحماية التأمينية وصلت حالياً، إحنا صحيح زادت سنوياً، هي النهاردة كمان 294 مليار
دوت. طبعا الشكر موصول لوزارة المالية، لكن هي هذا العام بعد الزيادات ستصل إلى 340 مليار، يعني بعد الزيادة الأخيرة الـ 15% والـ 300 جنيه على الـ 300 السابقة هتوصل لـ 340 مليار. عدد المشتركين تأمينيا زاد عن 2014، أصبحنا 13.8، لكن كمان في جزء على الحد الأدنى كان 400 جنيه وصل ل 1700، والحد الأقصى كتر من 1000 جنيه لغاية ما وصل ل 10,000 وكسر. وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، وده بنتواصل فيه مع وزارة التعليم العالي. ناس هتقول طب إيه اللي دخل التضامن الاجتماعي في الجامعات؟ الحقيقة يمكن إحنا مش عايزين شبابنا ينفصل عن قضايا المجتمع، عايزين يشوف قضايا الفقر والتكافل وكرامة، ويعرف إن في فئات هو مسؤول عن خدمتها، جزء منه بيكتر انتمائه، وجزء بنساعدهم إن هم يتطوعوا معانا في هذه الخدمات، وجزء أيضا بيستفيد من خدمات الوزارة. دخلنا بنك ناصر في جميع الجامعات، 31 جامعة بندعم فيها الطلاب غير القادرين. وصلنا سنة واحدة فقط ل 54 مليون لطلاب غير القادرين، بنوفر فيها أجهزة تعويضية للقادرين باختلاف بصرية سمعية حركية. وبيدخل معنا الهلال الأحمر المصري، بنحفز التطوع معنا أيضا بيت التطوع من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لحماية شبابنا من الإدمان. فالحقيقة هي عملية اجتماعية جوه الجامعة، لأن الجامعات أصبحت بتعمل في المجتمع، فإحنا كتضامن اجتماعي بنسوق قضايانا جوه الجامعات مع الشباب. عملنا كمان أطلقنا مبادرة اسمها الطالب المنتج، بنتيح من 10 ل 15 ألف جنيه لكل طالب عنده فكرة يعمل فيها مشروع، عشان ننمي الفكر الاستثماري لدى الطلاب، وعلشان نحارب الفقر من منبعه. كل الدول ما بتستناش لغاية ما الطالب يتخرج وبعدين يبتدي يشتغل، بيشتغل من بدري ويبتكر من بدري على حاجات كتير. الرعاية الاجتماعية دي بتشمل زي ما حضراتكم شايفين القادرين باختلاف، المسنين، المرأة، النساء ضحايا العنف. احنا الحقيقة في الفترة السابقة استزدنا من المراكز استقبال النساء ضحايا العنف من 8 مراكز وصلنا ل 12 مركز، وأيضا فتحنا أول مركز لاستقبال ضحايا الإتجار بالبشر، وده يعني بيبرز صورة مصر إنها بتحمي نسائها، ده بالإضافة للتشريعات اللي حدثت في الفترة السابقة على مجابهة التحرش وإلى آخره. الرعاية الاجتماعية إحنا بنبتدي من الطفولة المبكرة، وزي ما الدكتور خالد قال وإحنا بنتعاون مع بعض كده من أول برنامج الألف يوم الأولى. والطفولة المبكرة كان عندنا 13,460 حضانة في 2014، وصلنا ل 26,700 حضانة. هل هذا كافي؟ لا، مش كافي على الإطلاق. إحنا متأخرين في نسبة التحاق الطفولة المبكرة بالحضانات، بنتوسع قدر المستطاع في حياة كريمة، يمكن مش هتكلم عنها كتير عشان برامجنا زحمة، فأثرت إنها تبقى جزء من اللي جاي. لكن أنا بس عايزة أنوه إن الحضانات هي جزء مهم جدا من تنشئة الأطفال مش تعليمهم، وعلشان كده استحدثنا منهج جديد قائم على تنمية الطفل، تنمية مهاراته، علاقته بالأسرة، بالبيئة، علاقته بنظرائه، احترام الأشخاص ذوي الإعاقة، احترام المسنين، تطوعه من وهو طفل. فطورنا منهج جديد. أيضا وصلنا لتدريب 1050 مدرب و5000 ميسرة، وحطينا معايير جودة، لأن المعايير الجودة كانت ضعيفة. مش لازم تكون الحضانة مرفهة، لكن على الأقل تكون بتقدم الخدمات الأساسية. القادرون باختلاف احنا اتكلمنا على 8 مليار، لكن بالإضافة لكده عندنا ما يقرب من 320 ألف من القادرين باختلاف بيستفيدوا من المراكز التأهيل من جهات عديدة، مراكز التأهيل الحركية، التخاطب البصري السمعي وهكذا. وعندنا 1,500,000 ألف بطاقة خدمات متكاملة. هنلاقي في بعض الناس معترضة إن البطاقات بتتأخر. هي الحقيقة في تنسيق ما بيننا وبين الصحة، البطاقات إحنا بنتحرى فيها بدقة، عشان كان في الفترات السابقة ما كانش فيه دقة في البيانات، وبالتالي هو بيستغل القادرين باختلاف علشان ياخد مزايا الدولة
بتديها للقادرين باختلاف فبيحصل سوء استهداف. ده جزء. الجزء الآخر إن إحنا يمكن بيشتكوا برضو إن المرأة والذات المتزوجة ذات الإعاقة والحصول على معاشين. الحقيقة دولة الرئيس وجه إن إحنا نعمل لجنة لبحث هذا الموضوع بعد أوامر سيادتك في العام السابق، إن إحنا ندرس هذا الموضوع بقوة، وإحنا بندرسه ولن يضيع حق للمرأة ذات الإعاقة إذا كانت مستحقة، وطبعا بننسق فيه مع التأمينات ومع المالية وبندرس هذا الموضوع عن كثب. الموضوع الثاني هو موضوع السيارات واستغلال برضو القادرين باختلاف. عشان يا دكتورة، هو الرقم المحتمل قد إيه للموضوع ده بصراحة للسيدات ذات الإعاقة؟ أيوة فندم. التقديري إحنا عندنا 300,000. لا، الرقم المحتمل عشان نجمع المبلغ المالي يا دكتورة، لو كان رقم عندك ده اللي احنا بنجمعه الوقت يا فندم. طيب. لكن ده احنا حاليا وصلنا تقريبا ل 87,000، وما جينا نقيس على الأسر، بس دي مش عايزة قياس ولا تقدير، دي عايزة حقيقة لأن فيها حسابات، لكن الحد الأقصى حوالي 300,000. طب الرقم المحتمل برضو كام؟ 300. ايه؟ 300,000 مواطن. كام الرقم يا دكتورة؟ يعني لو الفلوس هتبقى كام؟ بص يعني يا فندم، لما نجمع المعاشين أو نجمع الدخلين اللي حضرتك بتناقشيهم دلوقتي، وإحنا قلنا كلام ده السنة اللي فاتت مش كده دكتور مصطفى؟ طيب الرقم ده كام عشان نقول يعني كام سنويا؟ آه لا، ممكن يصل يا خطي 1.5 مليار أو 2 مليار. دكتور معيط والله. ما أنا يا فندم هو طبعاً أستاذ حياتك، وليه شقين، شق مالي وشق قانوني. الشق القانوني نشوفه، لكن لو نتكلم على قيمة تقديرية، لو قلنا 600,000 والقيمة التقديرية 2,000 جنيه، 300 أو 2,000 تقريبا. طيب يبقى بتكلم في 600 مليون في الشهر، فبتكلم في 7.2 مليار جنيه في السنة. ده لو بتكلم في 600,000، لو هم 2,000. ما في ناس 1,000 وفي ناس خليني أخذ على الرقم لأنه طبعا يبقى أنا لازم أعمل حسابي أن ده مثلا تقريبا 7 مليار جنيه سنويا بيتزايد، ونشوف الشق القانوني. فده دكتورة لما قلت لي مليار، يعني قلت إيه ممكن ندوس الدكتور معيث يعني ونخليه يدفع، لكن 7 مليار رقم كبير. كبير، لكن ممكن نقول حاجة بال، ما اعرفش اللي بقوله ده كلام مناسب ولا لا، حاجه بين البنين، يعني نقول ايه كذا بما لا يزيد عن كذا. فهمني يا دكتور مايت؟ يعني لو انت موافق على رقم 1.5-2 مليار جنيه دعم للفكره، نقول ان احنا هنقدم ده يا دكتوره بما لا يزيد عن رقم معين يخليك داخل حيز ال 2 مليار. تمشي كده؟ تمشي كده. خلاص ماشي يا دكتور. حاضر سيطر. ماشي. حاضر. لا، ما عند الدنيا كلها شايفاه. خلاص يا دكتوره. خلاص يا فندم. انا عايز اقول لك على حاجه، اكرام الناس اللي عندها ظروف اللي هيعوض علينا فيه ربنا مش احنا. احنا فندم ننسق مع بعض، وان شاء الله يعني لما الرقم يكتمل الى حد ما، احنا بنكثف البحث في الفتره الحاليه، علشان كده عملنا حمله هنوصل لك لاستخراج 1,000,000 بطاقه خدمات متكامله. الناس البسيطه احيانا ما بتقدرش تيجي، معهاش موارد ماليه تسافر، بتشيل الشخص عنده اعاقه على كتفها، فاحنا نزلنا ب 15,000 متطوع في القرى في 15 محافظه مع جمعيات أهلية على رأسها صناع الحياة والهلال الأحمر، علشان واخدنا مكاتب تأهيل متنقلة، فبدل ما المواطن هو اللي يجي، الحملة اسمها هنوصل لك. والحقيقة هي عاملة شغل كويس جدا، واكتشفنا وتعلمنا حاجات من الميدان أكتر كتير من اللي إحنا بنحتسبها أو بنقدرها في مكاتبنا.
التحول من الرعاية المؤسسية للرعاية البديلة، وده كنت سيادتك وجهت بيه ان احنا ما نفتحش مؤسسات رعاية جديدة، لان البيئة المثلى للطفل في التنشئة هي الأسرة، سواء كانت أسرة طبيعية او ممتدة او بديلة. علشان كده احنا عندنا في مصر حوالي مليون. تسيبيني اتكلم في دي؟ انا عايز اقول لكم ان من 3 سنين يا دكتورة، من 3 سنين، أيوة. فكان في عدد من دور الرعاية محتاجين رفع كفاءة، فالدكتورة بتقول لي يعني كده، قلت لها دكتورة يعني بدون شك في رعاية وفي انفاق مناسب جدا من الوزارة او من الدولة دكتور مصطفى في الموضوع، ولكن يبقى ان الطفل اللي بيبقى هيتم رعايته بين وسط أسرة يعني عندها كرم وعندها عطف تجاه هذا الطفل أو الطفلة، ممكن يحللنا المسألة. مش يحللنا المسألة المالية بالمناسبة، لا أبدا، احنا كنا الهدف منه ان احنا ابننا أو بنتنا اللي ليه هذا اللي ليه الموقف ده، ان احنا نديله رعاية، هذه الرعاية تبقى تقدر تخليه إنسان أو إنسانة أكثر استواء، صح كده؟ صحيح. تمام. فإحنا كانت الدكتورة ساعتها حاطين قواعد وقواعد صارمة، وأنا هنا في قصدت إن أنا أتكلم في ده دكتورة نيفين عشان أقول للناس في مصر، ساعات تحط أنت معايير، المعايير دي تعطلك أحيانا. أنا بقول كلام مناسب ولا لا يا فندم؟ طبعا. يعني 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 المعايير اللي محطوطة، ساعات ناس تقعد على المكتب تكتب معايير ولازم 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 ولازم، طب لما تيجي تحط المعايير دي في على الواقع تلاقيها خلت الفرصة تتراجع بشكل كبير، كان من ضمنها التعليم العالي، صح كده؟ فقلت لها دكتورة يعني في ناس طيبة كتير، وبدام هم مستعدين طب من نشيل شرط المؤهل العالي، صح كده؟ صحيح يا فندم. وندي الفرصه، لان الفكره كانت ايه، ارجو ان الكلمه دي ما تبقاش تزعل حد، هو في اسره متوسطه التعليم افضل ولا في دور الرعايه المجمعه في 100 بني ادم او 200 بني ادم تحت حد، تحت قياده بدون شك يعني كويسه، لكن لا يمكن الرعايه اللي هيتم تكسفها من اسره واحده تجاه طفل او طفله تتساوى مع دور. وانا الكلام ده انا شفته في، وانا قلت لحضرتك كده، انا شفته في امريكا وانا في كليه الحرب، ودونا قريه لقينا فيها اسر يا دكتور مصطفى مش مخلين الدور الرعايه زي ما احنا بنعمل هنا كده، ان هم يعني هنجر او اسف عنبر، لا 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 لا، هو عايز يوفر بيئة تنشئة اجتماعية أقرب ما يمكن إلى الواقع المناسب عشان تطلع شخصية سوية. هو طفل دلوقتي أو طفلة، لكن بعد شوية هيبقى شاب وشابة، فلو ما اهتمناش بيه. وإحنا كنا اتكلمنا في نقطة تانية والدكتورة ما ردتش عليها فيه. لا يا فندم العفو، هو لا مش كده، هي أني نقطة من إكرام اليتيم، إكرام اليتيم، واحنا مش بنتكلم على الايتام دول بس، انا كنت بتكلم باطلاقها يا دكتور. انا عايز اقول لك على حاجه، كنت بحكي الكلام ده كفكره للشيخ محمد بن زايد، قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني في نص في القران دايما يقول لك يعني لا يكرمون اليتيم، وكأن الاستهداف من اكرام اليتيم ده مطلب الهي للأمة للمجتمع إنها تهتم بالأيتام. واللي بيعمل كده ربنا اللي يجازي خير. فقلت له يعني إحنا في مصر، قلت للدكتورة إن فيني الموضوع ده من سنة، فهي راحت غطست وما طلعتش تاني. لا هو يا فندم أرد والله يا فندم. اسمعي، أنا عارف الظروف، بس أنا بحكي للناس، أنا عارف الظروف بتاعت بلدنا كويس. قال لنا اللي عجبني إيه؟ إن هو لقيته إيه؟ قال أنا هعمله عندي في الإمارات.
الفكره هنا مش محوج، انا مش بتكلم في طفل محوج يا دكتور، لا لا، هو انا بتكلم في ان هو طفل بنديله رعايه، المجتمع بيقول له احنا معك، مش فلوس، فياخد معاني وياخد افكار وياخد. طب هل لما نعمل كده واحنا معناش هنفضل معناش؟ لا معانا يا فندم. لا حتى لو معناش هنفضل معناش لاجل خاطر الايه؟ الايتام. الايتام. شكرا جزيلا. طب هي فرصه طيبه ان انا ارد دلوقتي بشكل مفصل على الـ 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 الامر اللي سيادتك وجهته لنا، ان احنا ندعم الايتام مش بس في المؤسسات. احنا عندنا في مصر ما يقرب من 1,400,000 يتيم، ليس كلهم فقراء وليس كلهم يتيمي الابوين، احيانا يتيم الاب او يتيم الام او يتيم الابوين. احنا كنا بندعم 112، بقينا ندعم 245، اي بحوالي 20% من الايتام بندعمهم في وزاره التضامن. لو افترضنا ان نسب الفقر متوسط 30%، فاحنا بندعم منهم 20% بمبالغ ليست ببسيطه. احنا النهارده بنتكلم على 1,750,000 جنيه سنويا، حتى لو حضرتك بتقول ان احنا فعلا معناش، بس احنا عبأنا موارد، لان هذا القطاع عليه تبرعات كتير. المساله في حوكمه تبرعات الايتام ووصولها الى مستحقيها، وده الحقيقه احنا بندخل فيه مع جمعيات اهليه ومع الجمعيه الشرعيه ومع جمعيات اخرى كثيره. فاحنا نفذنا امر سيادتك يا فندم ووصلنا ل 20% منهم، وان شاء الله نوصل لغايه ال 30 من غير ما ناخد حاجه، لان كمان دوله الرئيس سيادته وافق ان احنا هناخد 5%. سيادته وافق ان احنا ناخد 5% من تكافل وكرامه بنصرفها في مساعدات، مش لازم دعم نقدي شهري، لكن بندفع مصروفات مدارس، بنجيب لهم ملابس عيد، بنخرجهم، بنعمل لهم حاجات كتير. لكن تأكد حضرتك يا فندم ان شاء الله في ايد امينه ونحسن لهم الوضع اللي جاي، لان هنحاسب عليهم. دكتور معيط عزز الرقم دوت يعني. ها لا واحنا كده برضو على الهوا بقى. ها طيب يبقى نخليهم يعني هو 1,750,000، هنحط 1,750,000، هنحط 1,750,000، يعني يبقى 3.5 كده يا دكتوره. اي فندم. 3.5 ان شاء الله. طيب ماشي، متشكرين. شكرا. شكرا دكتور مصطفى. لا لا احنا اللي متشكرين يا فندم. شكرا. ما حدش بيجيب حاجه من جيبه، ده جيب مصر. زي ما سيادتك وجهت، التيسيرات بتاعت الأسر الكافلة علينا فيها من 8,750 ل 17,675، احنا أكتر من الضعف تقريبا الأسر زادت لما عملنا تيسيرات في الكافلة. وعلى العكس الأطفال في المؤسسات قلت، فإحنا عملنا وأغلقنا، احنا كنا 540 مؤسسة، وصلنا تقريبا أغلقنا ما يقرب من 100 مؤسسة، فده في حد ذاته بيسعدنا جدا. فانا عملت الشغلانه يا فندم والله، وهزود عليها كمان. الاغاثه والتعويضات سيادتك وجهت، ودوله رئيس الوزراء الحقيقه كان بيتابعنا عن كثب في هذا الموضوع، ان احنا التعويضات في الكوارث زي القطارات والحرائق وهدم المنازل اللي بتبقى الاسره خسرت فيها كل ما تملك، فزودنا الدعم من 10,000 ل 100,000 جنيه كتعويض، فالنسبة زادت 1000%. بالإضافة إلى أن احنا بنشتغل مع الهلال الأحمر المصري، زادت الإغاثة الدولية من 4 دول ل 14 دولة، زي ما شفنا لاحقا في سلوفينيا وليبيا والمغرب وغيره. احنا يمكن خدمات الإغاثة، أنا هطلب منك حاجة هنا دكتورة. فضل يا فندم. معلش، من فضلك الرقم اللي حضرتك طرحتيه ده، أنت كنت طلعتوه للضحايا بتوعنا اللي كانوا في ليبيا. أرجو مزبوط. إن الأسر اللي الضحايا اللي عندها أسر زوجة وأبناء
على طول ياخدوا المعاش بشكل مستمر في ضوء اللي احنا اتكلمنا فيه بعد اذن حضرتك. يعني دي خدمات الهلال، احنا جهزنا 80 سياره مجهزه و150 سياره دفع رباعي للطوارئ. الحقيقه خدمت كتير في السيول، كل دول تطوع، لكن ال80 سياره اصبحت لدينا. عندنا 30 ألف متطوع في الهلال الأحمر المصري، غرفة عمليات مركزية بتوصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، 75 فرقة إنقاذ، 5 بنوك دم، و7 مستشفيات، و5 مراكز غسيل كلوي بننسق فيها مع وزارة الصحة في مراقبة الجودة والخدمات، هي هم بيوجهونا لفين الفجوة. عندنا أيضا 175 فرقة طبية مجهزة. حصلنا الحقيقة الدكتور خالد كان كريم معنا، ادانا تطعيمات، ادانا بي سي آر، ادانا كمان تطعيمات الأطفال وتطعيمات كورونا العام السابق، فكان الحقيقة التعاون والتنسيق بنشكره عليه. خدمات الهلال الأحمر بتصل إلى اللاجئين ضيوف مصر، احنا 9 مليون، احنا الهلال بيوصل لأفقر 500 ألف بالذات من الدول الإفريقية اللي ما بيبقاش عندهم لغة عربية ووائل أخره، بالإضافة طبعا ليهم، غير الاستجابة للكوارث والنكبات. ده منظومة العمل الأهلي اللي أنا يعني تقريبا أنا قربت أخلص. المنظومة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، أولا بنشكر سيادتك فندم على القانون اللي الحقيقة يعني رفع مصر دوليا في مصاف دول بتتيح قدر كبير من الفضاء المشاركة للمنظمات العمل الأهلي، علشان نقدر كل شغلنا الحوكمة لازم يكون في منظومة إلكترونية. المنظومة الإلكترونية ده بيقدر يطلع فيها على كل حاجة، بيقدر مهم قوي إن احنا نعمل قاعدة بيانات المستفيدين، من يحصل على ماذا لفترة قد إيه في أي خدمة، علشان نقدر نوزع التبرعات. احنا كنا اتكلمنا على إن التبرعات هو جزء مش محوكم بالقدر الكافي في العمل الأهلي، وده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي من خلال المنظومة الإلكترونية. يمكن المنظومة الإلكترونية ساعدتنا ان احنا نصنف الجمعيات، يعني نشوف كم جمعية بتشتغل في المساعدات الاجتماعية، كم بتشتغل في الخدمات الصحية، فبنقدر بهذه الخدمات ننسق مع وزارات التعليم والصحة عشان تقدر الجمعيات تساعد مع الجهات الحكومية، بالإضافة طبعاً لحماية البيئة بدأت تاخد بعض القطاعات، والتنمية الاقتصادية، وأيضاً ملف القادرين باختلاف. توزيع الجمعيات 34 ألف، وكان 2014 55 ألف. ناس بتشوف إن دوت هذا الانخفاض سيء، إحنا بنشوفه بشكل حسن. بنشوفه بشكل حسن لأن الجمعيات التي زادت فجأة من 24 ألف جمعية ل 55 ألف جمعية في سنة واحدة تؤكد إن منها الكثير لا يعمل، ومنها جمعيات دخيلة لا نعلم لها إنجاز. ولما الموزومة اتحوكمت أكتر، 34 ألف أعتقد هم دول اللي نقدر نشتغل معاهم، فهذا ليس سيء، ولكنه في شفافية وفي فعالية، مش عايزين مجتمع مدني ضعيف. مؤسسات العمل الأهلي ده الحقيقة يمكن إحنا كان لينا الحظ إن إحنا نرصد التمويل المحلي والتمويل الأجنبي. يعني اللي احنا شايفينه ان نسبة التمويل المحلي زادت ب 461% برغم الحظرات الاقتصادية اللي بنعيشها، وده يعني ان الموارد المالية موجودة ولكن تحتاج الى توجيه والى تنظيم والى توثيق. ايضا التمويل الدولي زاد، ولو بصينا هنلاقي التمويل المحلي ضعف التمويل الدولي. معنى كده ان احنا عندنا بدأنا ندخل في مسار التنمية المستقلة. طبعا التمويل الدولي مهم مش بس كتمويل، كدعم فني وكخبراء، عشان كده الحقيقة بننسق مع التعاون الدولي، بنستفيد كتير جدا من الجهات الدولية مش بالضرورة في التمويل. لكن اللي احنا شايفينه ان الإجمالي بتاع التمويل زاد بقيمة 357%، وفي موائمة طبعا ما بين المشروعات الحكومية واللي الجامعات بتشتغل فيها، ده احنا بنطوره دلوقتي مؤشر مصري لمؤسسات العمل الأهلي عشان نشوف مين جمعيات ألف ومين ب ومين جيم وتقدر تاخد تمويل قد إيه وهكذا. ده يمكن إحنا في المتطوعين بنطور قاعدة بيانات ومنصة للمتطوعين. متطوعين ثروة كبيرة بشرية نقدر نستخدمها ونوفر بيها موارد مالية،
لو حسبنا وقت المتطوعين ومهاراتهم هنلاقي بتبلغ عشرات المليارات، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. انا جايبه مثال بس لكوب 27 قد ايه كان المتطوعين اللي موجودين، هو قائم على بالتنسيق مع وزاره البيئه، كان في المتطوعين دول 850 متطوع هم اللي كانوا بيعملوا الاجراءات التنظيميه من غير ولا مليم، هي فقط اقامتهم. لكن احنا ان شاء الله بنطلق الاستراتيجيه الوطنيه للتطوع وبنجهز للمنصه الموحده. دي الرائدات الاجتماعيات، كنت سيادتك تكرمت وافقت ان احنا نزود الرائدات من 2500 رائده ل 15000 رائده علشان نقدر نشتغل على الوعي اللي احنا هنختم بيه. اما الجزء بتاع مكلفات الخدمه العامه وهن الخريجات اللي معاهم ليسانس او بكالوريوس، سنويا بيجي لنا 100000. هذه ثروه بشريه اخرى بتساعدنا جميعا الوزارات المختلفه. لسه الدكتور رضا بيقول لي معالي وزير التعليم هتيجي 40000 من مكلفات الخدمه العامه. فالمكلفات الخدمه العامه الحقيقه بيساعدونا في سد العجز الوظيفي، بنات متمكنات كلهم يعرفوا تكنولوجيا، هم بيقعدوا سنه واحنا حاليا بنطور القانون اللي يخصهم علشان نقدر نستفيد بقدراتهم وبندربهم معانا. صندوق مكافحه الادمان وعلاج الادمان والتعاطي كان عندنا 12 مركز في 7 محافظات في 2014، حاليا عندنا 30 مركز علاجي في 19 محافظه بننسق فيها برضو مع وزير الصحه. انت معايا كله. ففي وصلنا حاليا ل 750 الف مستفيد من خدمات الصندوق، بياخد يعني سواء من خط ساخن علاجي يعني توعيه. لكن الحقيقه ان المراكز اللي عندنا على اعلى مستوى، الكشف على سائقي الحافلات زي ما ظهرت في الفيديو، احنا قلنا من 12% بالنسبه لسائقي الحافلات المدرسيه ل 0.4، اما بالنسبه للجهاز الاداري للدوله قلنا من 8% ل 0.7. المشكله تبقى في الطرق السريعه، واحنا برضو بننسق فيها مع الصحه والداخليه، هي في انخفاض لكن لسه مش بالشكل المرضي الذي يرضينا ويأمن الطرق. آخر حاجة برنامج وعي، وهو البرنامج الذي يكافح الأمية لاكتشاف المبكر للإعاقة، البطالة، الإهدار المياه، ختان الإناث، الزواج المبكر، الهجرة غير الشرعية، كل الموضوعات والمشكلات التنموية المتأخرة اللي بتؤثر على الاستثمار في البشر واللي بتؤثر على إجحاف لحقوق إنسان الدولة أطلقتها في سبتمبر 21. علشان كده إحنا من خلال الجمعيات الأهلية والمتطوعين، إحنا عندنا في صندوق الإدمان 30000 تانيين، وعندنا للجمعيات الأهلية ما يقرب من أكتر من 220000. فالحقيقة إحنا أنا مش همشي يعني على أنا همشي سريعا على الحملات، لكن إحنا بدأنا الوعي بتدريب رجال الدين الإسلامي والمسيحي مع بعض علشان نوحد الرسائل حوالين تشكيل الوعي الاجتماعي، ما يبقاش الرسائل الدينية بتقول حاجة والرسائل المجتمعية بتقول حاجة تانية. وأيضا المناطق الريفية والناس البسيطة أكثر تأثرا برجال الدين، فبننسق معاهم، والحقيقة بنسجل لهم دار الإفتاء كل الشكر والتقدير والأزهر الشريف والكنيسة. لان احنا خدنا اعتماد من دار الافتاء لكل قضيه من قضايا وعي، كل قضيه من دول عملنا فتوى من الافتاء بتوقيع من الدكتور شوقي علشان بنعلقها ونطمن الناس ان ختان الاناث حرام، او ان اجحاف بانثى، ان عدم الزواج المبكر افضل للفتاه، وهكذا. دي البرنامج القومي للحفاظ على كيان الاسره المصريه اللي سيادتك كنت وجهت بيه لخفض درجات الطلاق. هي احنا عندنا جزء اعلام اجتماعي وعندنا جزء اعلام ميداني من خلال الرائدات وعندنا جزء على منصات. ده حمله مناهضه ختان الاناث، حملات ال 16 يوم لمناهضه العنف ضد النساء، حمله عشان ولادكم احسبوها صح اللي وصلت تقريبا ل 2 مليون و300 الف اسره، حمله جوازها قبل 18 يضيع حقوقها لمناهضه زواج الاطفال اللي وصلنا فيها ل 2 مليون سيده ميدانيا وال 52 مليون على منصات التواصل الاجتماعي. الحمله دي مش بتاخد وقت وتنتهي،
الحملة دي مستمرة حتى يعني نطلع بنتائج ملموسة ونحس في تغيير لمؤشرات القضية. عشان كده فندم بنطور المرصد الأسري اللي بنقدر نرصد منه قد إيه، والقضايا دي كلها بنشتغلها كمان في تنمية الأسرة المصرية عشان نقدر نرصد الخفض أو التحسن في هذه البيانات. أيضا تطوير مناطق بدائل العشوائيات والتغيير المجتمعي، برنامج اتنين كفاية، حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على الفيسبوك وصلنا ل 43 مليون شخص وصل إليهم محتوى الوزارة وحملات وعي، أنتجنا 100 فيلم فيديو إعلام مجتمعي في قضايا مختلفة بنطرحهم في جمعياتنا ومع رائدتنا، وصلت نسبة المشاهدة ل 28 مليون مشاهدة لفيديوهات، وهو ده الإعلام المجتمعي. عملنا دراما كمان أكتر من مسلسل، عملنا العباقرة قادرون باختلاف مع الأستاذ عصام يوسف، وأعتقد ساب تأثير إيجابي جدا إن القادرون باختلاف يستطيعوا أن يكونوا عباقرة أيضا. ده عملت الأطفال، برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في بعض القرى اللي فيها خلافات ممكن تؤدي إلى تطرف، والأولويات المستقبلية أخيرا إن إحنا نتمنى إن إحنا زي ما عملنا في الأسمرات بمنهج مركز، نتبنى منهج مركز خدمات موحد للخدمات المتكاملة، وده اتكلمنا فيه مع الدكتور عاصم وهو مشكور، قال هنوفر لكم أماكن في المناطق الجديدة تبقى عاملة زي مركز خدمة مجتمع، تطوير آلية موحدة للحماية الاجتماعية ودي بدأناها مع وزارة الاتصالات، التوسع في المشروعات الحرفية والإنتاجية صناعية مصر وبنصدر بطاقة حرفي عشان نقدر ندخله فيها معنا الحماية التأمينية، توفير إقراض آمن للأسر محدودة الدخل مع التطوير اللي بيشهده بنك ناصر الاجتماعي، إن شاء الله في خلال عام يكون عمل نقلة في البنية التحتية والتكنولوجية بتنسيق أيضا مع البنوك، توسع في منظومة كفالة الأطفال وغلق مؤسسات الرعاية، حوكمة التبرعات من خلال منصة يسر وقاعدة بيانات المستفيدين مع المؤسسات المعنية، إطلاق استراتيجية التطوع. إحنا وزارة غنية بناسها، بنقول دايما علينا الوزارة الغنية الفقيرة، عندنا ناس كتير قوي بنخدمها نقدر. أنا ضد، إحنا ضد الخدمة المجانية المطلقة إلا لو كانت تذهب إلى غير القادرين، فبيأثر هذا الكرم غير المحسوب بيأثر على جودة الخدمة مع الوقت. علشان كده قلنا هناخد يعني مبلغ بسيط من كل أسرة وغير القادرة ندعم الأسرة مش ندعم الخدمة بشكل مطلق عشان نقدر نبقى وزارة غنية. أنا شفت امبارح مليارات كثيرة جدا، حسيت أني فقيرة جدا يعني، ففي طبقية في الوزارات يا فندم. استثمار الأصول وتنمية الموارد بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، بدأنا ندخل أكتر في، إحنا عندنا أصول غير مستثمرة بندخل مع القطاع الخاص، ممكن ندي لجزء بنك لبنك الكارفور بيأجر المكان ناخد الموارد ونصرف عليه من الخدمة، فيعني بنحاول نتوسع تماما في فكرة الاستثمار. عملنا إدارة اسمها استثمار وتنمية الموارد، التوسع في برامج التوعية الأسرية والمجتمعية، وأيضا تطبيق مؤشر العمل الأهلي المصري وأكاديمية العمل الأهلي اللي إن شاء الله بننسق فيها مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بدكتور رشا راغب، لأن إحنا في حاجة شديدة إلى تطوير قدرات العمل الأهلي حتى لا ينتهي بينا إلى حوالي 200 جمعية قوية وبقيت الـ 34 ضعاف. بختم إن بالوعي مصر بتتغير للأفضل، وبقول الحكاية هي حكاية شعب وهي حكاية وعي، وإن شاء الله يعني من الوعي للشعب ومعه نخلي الحكاية جميلة ومستمرة وفي تحسن دائم. بشكر حضرتك يا فندم. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. والآن نتشرف فخامة الرئيس إذا كان لديكم أي تعقيب. أنا طبعاً بعد الوجبة الدسمة دي جداً أنا أولاً بشكرك يا دكتورة نيفين، وأنا بقول برضو للناس اللي ما تعرفش يعني الدكتورة نيفين يعني شخصية فاضلة جداً في وزارة التضامن، وبتقوم بدور كبير قوي قوي، بتقومه بقلب، بتقوم هذا الدور بقلب وبرحمة كبيرة جداً، وأنا بحييها وبحيي كل اللي عاملين وزارة التضامن.
نتعلم من حضرتك يا فندم. اتفضلي. نتعلم من حضرتك. لا العفو. والله. طيب. النقطة الثانية، خليني برضو من خلال الفرصة دي إن احنا نقدم كل التقدير والشكر للجامعات الأهلية اللي بتقوم بدور كبير قوي في مجتمعنا. واسمحوا لي أقول إن احنا بنقول ده عشان محدش أبداً يسيء للجمعيات ديت، لأن ده جزء كبير جداً من جهدها مبني على ثقة الناس بيها. واللي قالته الدكتورة، أيوه نسقف لهم، أيوه نسقف لهم. اللي قالته الدكتورة فيما يخص الجمعيات إن في حوكمة وفي مراجعة بشكل مستمر. لما تيجي تتكلم على 34,000 أو 50,000 أو 40,000 أو حتى 10,000، ده رقم مش كبير، مش بسيط. فعشان تراجعه، ولو حصل واحد في الألف خطأ، واحد في الألف، أنت بتتكلم في 40، ما بيحصلش. فلو أنا بقول الكلام ده لينا كلنا، لوسائل الإعلام، لمواقع التواصل، لأنها في النهاية اللي أنت من غير ما تقصد، وأنت بتقصد تحمي المجتمع، ما فيش كلام من ده. لكن عايز أقول إن وزارة التضامن بالميكانة اللي إحنا مهتمين بيها بقالنا مش أقل من 7-8 سنين، مهتمين إن إحنا نميكن كل شيء، اللي هي من خلالها نقدر نشوف ونشوف كويس كل شيء، عشان يبقى حكمنا حكم صائب على الأداء وعلى الشفافية وعلى المصداقية وعلى المسار اللي أي حد مش الجمعية فقط بتعمله. وبالتالي مهم جدا إن إحنا وإحنا بنتعامل مع ده يعني نبقى عارفين إن بتقوم بدور. بالمناسبة هتزعل من الكلمة دي، هم أقدر مننا في ممارساتهم مع المجتمع. أنا بقول كلام يا دكتورة مظبوط؟ صحيح. هم أقرب للمجتمع، وهم عارفين الأسر، والتنسيق ما بيننا الحقيقة بينتج عمل مثمر جدا. لكن هم شغلهم كفاية التطوع، كفاية موارد مش بس مالية، لكن مراقبة ومتابعة ميدانية. صحيح. النقطة اللي أنا يعني الملحوظة الوحيدة في كل العروض اللي تمت النهاردة وامبارح وقبل كده، هو أنا شايف إن إحنا محتاجين نتكلم أكتر، والإعلام يغطي أكتر، ويبقى لينا مساحة أكبر مساحة أكبر كتير في كل، خاصة في القضايا اللي حضرتك ذكرتيها النهاردة، محتاجة جهد إعلامي كبير قوي. إحنا عمرنا ما عملنا جوائز ذات معنى محترم لكتير من الأنشطة اللي بيقوم بها متطوعين أو جمعيات أهلية، ما عملناش ده. طب ما نعمل ده، ونيجي في يوم زي اللي إحنا فيه ده نجيبهم هنا، ونجيب المثل ونجيب النموذج ونتكلم فيه. لو في دار أيتام من اللي شغالة، نقول نعمل مسابقة بينهم ونقول أفضل دار أيتام عملت كذا، أفضل مستشفى عملت كذا. خلوا الناس اللي موجودة اللي ممكن تكون بتقدم من غير ما تاخد، بتشتغل من غير ما تاخد بشكل مناسب، إن إحنا لهم على الأقل متشكرين. بشكرك يا دكتور نفينا، بشكرك يا دكتور خالد، وربنا يا رب يوفقكم. إذن من خلال كل ما شاهدناه واستمعنا إليه من السادة الوزراء، إرساء العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل لبناء مجتمع يتحول فيه المواطن من متلقي للدعم إلى مشارك فاعل في المجتمع، هو هدف مستدام تسعى الدولة المصرية لتحقيقه. شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شكرا للحضور الكريم، ونلقاكم على خير في حكاية جديدة من حكاية وطن. دمتم في أمان الله.